أول شيء عوائل الشهداء هذول بالدرجة الأولى، ثاني شيء يرجعوا على عوائل أبوك الله يرحمه، هي إذا من بغداد مبيوعة يا أستاذ منو راح يحصل درجة وظيفية؟ يعني شلون نتجاوز هاي المرحلة؟ شلون الفساد هو؟ إذا ما تحارب الفساد ما عندنا أمل. ليش؟ لأن عندي رأيتي من 2012 خريجة، يا سنة احنا 19 ولحد الآن ما متعينة ومن الأوائل، وطلع اسمه من الأوائل متعينة بس بظروف داعش كانت أنا ما قدرت تطلع، باعوا مقعده في مال الله في مال الله. يلا هاي واحدة من أخل وصلها للجنة ووصلها للمحافظ، رئيس وزراء ما يقدر يحلف. في أشهر وزعت دوائر، المفروض أنه من قبل تقريبا محافظ اثنين وطالع من حرب وصار لها 3 سنين أي درجة وظيفية ماكو، هاي 3 سنين لحد الآن ماكو، وقبل حرب داعش يعني هم تقريبا 3-4 سنين هم ماكو، تخرجوا يعني أعداد كبيرة تخرجت، لحد الآن ماكو تعيينات. فسمعنا أنه اكو تعيينات قادمة لمحافظة نينوى، نتمنى أن تتوزع بأنصاف، ما نريد تصير محسوبية فلان مسؤول اللي هو فلان حصة، فلان مسؤول هو كذا حصة من الدرجات الوظيفية، نريدها بأنصاف، وهاي أمانة برقبتهم وبرقبة المحافظ والمسؤولين محافظة نينوى ومجلس محافظة أن تتوزع على يستحقون وعلى المحاضرين المجانين اللي هم مثل ما يقول لهم دور كبير بمحافظة نينوى، ونتمنى انه يصل صوت لكل المسؤولين. نريد توزع بعدالة وحسب الخريجين شهاداتهم وقدم السنين اللي بتخرج ب 2012 وما من 2017، مو صحيح؟ عدالة اهم شيء تتحقق العدالة، واللي اصحاب عائلة واللي متزوج واللي العدالة شلون تحققها؟ تقريبا العدالة هو المسؤول اللي حققها. هني ينظر كلهم ابناء ذولا، يعني يضرب شخص قريب و والله استاذي العزيز بالنسبه للعداله تتحقق، اول شيء ضحايا الارهاب لابد من درجات وظيفيه، لابد لان ضحوا بدمائهم، اضافه الى اصحاب العوائل على كاهلهم اطفال نساء متطلبات الحياه صعبه، بالنسبه للقطاع الخاص تعب، فلا بد من وظائف تشمل المتزوجين. هاي الدرجات المفروض تتوزع بالتساوي؟ اكيد لازم تتوزع بالتساوي، يعني باخذ الاعتبار بنظر الاعتبار اصحاب النفرات الكثيره، اكو متزوج خريج اكو غير متزوج، فالمتزوج افرض لانه يتحمل عبء كثير والحياه صعبه، لابد منها، لابد من تحقيق العداله بالدرجات الوظيفيه. المحافظه تحتاج بعد درجات؟ اكيد اكيد، احنا الموصل مظلومين من 2014 ما توزع لنا درجات وظيفيه، يعني لابد انه يوزعوا لنا درجات وظيفيه احتياطيه لازم.